العمليات اللي نفذتهم بس على السريع شويه. نعم سيدي. العمليه اول عمليه نفذتها بال 2006 سيد نقل عبوه بسيارتي الخاصه شانت برنس سيدي الى منطقه السيديه، واستلمها سيدي من عدي هو علي اخويا وعبد الخالق عبد الله، كانوا سيدي حراس بالجامع سيدي، فهم استلموها من عدي سيدي وانا انسحبت بوقتها. هم قاموا تفجير حسينيه سيدي، فما حسينيه الزهراء سيدي هو بيا مكان بالسيديه سيدي. نعم سيدي، فما انفجرت العبوه، كتلته هو انفجرت علي، كتلته نفسه هو اللي كان بالعمليه. انفجرت الحسيني، خليته بالباب الحسيني وانفجرت اثناء العمل النصب، هي انفجرت عليه. العمليه الثانيه، نقل السلاح سيدي، نقل السلاح بسيارتي الخاصه الى شبيكه، ثم كان سيدي شخص ثاني اسمه ياسين سيدي ينتظرني بهي الجهه. ياسين قبل هاي، ياسين شو بسوي لابوه؟ سيدي قتل ابوه سيدي. نعم سيدي قاتل ابوه. ليش قتل ابوه؟ هذا اللي قتل ابوه ما صلى عليه مو؟ نعم سيدي، نعم سيدي يقول هذا مرتد. نعم هو قتل ابوه. نعم تابعكم من تنظيم القاعده. نعم سيدي تابع تنظيم القاعده. نعم كمل. سيدي هو استلم من هناك السلاح نقله الى الفلاحات، كان يعني بامره هاي المجموعه سيدي هو ابو صهيب وابو عاشة علي وامجد. سيدي نقله هو السلاح الى منطقه الفلاحات. سيدي اثناء بالطريق يعني سيدي دايمشون كانت عبوه منصوبه قديمه سيدي طقت عليهم فصوب بها ابو صهيب. فرجعت سيدي انا نقلته الى بيتي سيدي، داويته ببيتي والنوبه اجرت له سياره نقلته الى عرب جبور. بيتكم كان شنو؟ وكر الارهابيين تكلم يعني بيتكم من كان يجتمع مين من عرب الجنسيه؟ سيدي كان انت وياك، انت واخوك والمجموعه اللغه من كان من عرب الجنسيه؟ سيدي كان عندي محل انا فيتريه يعني سيدي، فيجون يذبون سيارتهم للفيتريه سيدي ويجتمعون ببيتي سيدي. من ضمنهم سيدي ابو خلف اللي يعني السعودي يعني جنسيه سيدي، وابو عبد الفتاح وابو قتاده يعني جزائري سيدي. نعم سيدي من ضمنهم يعني كان يعني ابو صهيب هو اميري وبعض سيد القيادات. القيادات من تنظيم القاعده. نعم سيدي. تكلم لي على هذين السيارات اللي كنتوا تخطفوهن وتقتلون اصحابهن او تبيعوهن. نعم سيدي. كم سياره؟ سيدي خمسه هم. اي اول سياره من اخطفتوها؟ سيدي منطقه السعيدات يعني على الشارع سيدي مقابل السعيدات سيدي طلعوا جو يعني علي كيبنجو. وين صاحبها؟ سوت له؟ سيدي قتلوه. الثاني السيارة الثانية؟ الثانية سيدي من اسكندرية جابوها. وصاحبها سوت له؟ قتلوه سيدي. الثالثة والرابعة؟ ثاني سيدي شراء يعني فلوس نقد اشتروهن. يعني سيارة اما تقتلون صاحبها واما تشتروها. نعم سيدي. التمويل الخارجي من اين يجيكم؟ من كان مسؤول المالي؟ ابو سلام سيدي. من ابو سلام؟ سيدي الشيخ حازم عباس الداني، وهم شيخ يعني. حازم عباس عدنان. نعم سيدي. من تجي الاموال؟ من الدولة؟ سيدي يعني كانت من السعودية. من السعودية. والتمويل الذاتي للداخل. كلمني على تفجير المنازل. سيدي قامت يعني نفس هاي سيدي انت يا باوع، انت شفت وياهم. صحيح انت ما خليت شيء، سبقك واحد كان مشتركين بس من المجموعة كانت وياكم تشتغل بالتفجير المنازل. على السريع شويه. سيدي قامت نفس المجموعه سيدي مجموعتك هي امرت ابو صهيب. انت مجموعتك هي مجموعتك وياك. نعم سيدي. منو؟ ابو صهيب وابو عائشه سيدي وامجد وعلاء الصالح وضياء الصالح سيدي وعمر دول عمر حسين فهد واحمد حسين فهد سيدي وقاسم حسين فارس. كم بيت فجرتوا؟ سيدي فجرنا ثلاث بيتين يعني بشويش بيتين سيدي. مال من مال من؟ سيدي مالت جاسم محمد الحسن. نعم. ومالت ابو عمار ظاهر حرج. كلمني على الصحوة اللي قتلتوهم انت ومجموعتك في منطقة الصباحية. نعم سيدي ذاك الاول كان سيدي ماكو صحوة يعني بالمنطقة. فدخلت الصحوة عن طريق الصباحية سيدي. يعني كان الحكي من 2007 نهاية 2007. نعم. نعم سيدي. فدخلوا يا سيدي جميع الجامع فقامت مجموعة ثانية سيدي يعني بأمرة محمد خليل قرغولي. شنتوا مجموعة سوية؟ لا تقولي محمد خليل ولا انتوا شنتوا سيارتين محمد بالمسلحين وملثمين. انتوا مجموعة كبيرة كانت. نعم سيدي. ومال واحد اثنين وثلاثة. نعم سيدي. يعني طبلتوا أكثر من 30 40 واحد من الصحوة. نعم سيدي. وقاتلتوهم ولزمتوا خمسة بعدهم وقتلتوهم. احكي لي شلون صارت العملية؟
شو حصلتهم في مكان؟ سيدي قاومت بأمرة أبو أمرة محمد خليل سيدي هو القرغولي ومساعد مالته عبد الله. نعم. نعم سيدي. بعض عن سيدي أكون ملثمين هو شلون سيارتين يعني متروسات. ما أكون مجاميع ما تعرف. ما أعرف سيدي نعم. كانوا وياكم. نعم سيدي أكو هاي يعني مجاميع سيدي ملثمين ذولا ما يكشفون أخطائهم ولا تعرف أساميهم. طبيتوا كيف؟ بس كنيات. طبيتوا إلى منطقة الصباحية. نعم سيدي. وسويتوا إيش حاصرتوا؟ حاصرنا سيدي الجامعة وكان مقرهم بالجامعة سيدي. نعم. فقتلوهم سيدي فقام محمد خليل بقطع رؤوسهم. قطعتوا رؤوسهم؟ نعم سيدي. سيدي. اسمها؟ رقد حسين علي. بنت عمك؟ نعم سيدي بنت عمي. يا مواليد هي؟ 87. شلون فجرتوها؟ سيدي هو رجلها يعني قانعها انه تفجر نفسها وهي قنعت يعني بهذا الامر. فجاب لها حزام سيدي ما اعرف الجهه مالت الحزام بالضبط مين. فلبس الهيا فاثناء مرور الواكب كانت تمر بالشوارع سيدي. فبين يعني دوره وابو تشير قام السيدي بتنفيذ هالعمليه. التاريخ مالتها؟ سيدي 2008. هي هاي العمليه صعدتكم